يا رجل والله شليتونا بعالم مارفل، كل يوم عم ينزلوا شيء جديد بالنسبة لمارفل، سكنات، أحداث، شغلات، قدرات خارقة، ما بعرف الموضوع صار زيادة عن اللزوم ولا أنا هيك حاسس، فالموضوع تبعنا اليوم بيحكي عن سكنات جديدة نازلة من عالم مارفل بشكل عام، وكوميكس بوك جديدة رح تجي معنا رح نقدر نقراها داخل لعبة فورتنايت بقائمة الباتل باس، والشغلة الثالثة اللي هي الكوبون، الكوبون اللي كل الناس عم تسألني عليه شلون بدي استفاد بال10 دولار اللي أخذتها من كوبون روكيت ليج، شلون بقدر أساوي الحزمة تبع ال10 دولار مثل ما كل اليوتيوبر عم يساوي ونشروا عن هذا الموضوع وحكوا عنه. انا كل هذا رح اشرح لكم اياه ووضح لكم اياه، واخر شغله للناس اجهزه الاي او اس رح يصير موضوع انك انت رح تمحى من عندك فورتنايت، وبنحكي على كذا موضوع بالنسبه لفورتنايت واخر الاخبار. فهلا والله بسكان الطاوله الارضيه وفيديو جديد. هلا مشان عالم مارفل، مشان هذا الموضوع، بما انه اذا فورتنايت عم مارفل وهيك، فمشان لايك سبسكرايب للقصص الحلوه وكود دعم بالاتم شوب نيمو 9 وتعليقك تحت بيهمني جدا لو انت حابب تدعمني اكثر وتحسن من المحتوى. طبعا مثل ما قلت لكم ان ذكرت كل الدعم اي ذكرته، خلينا نفوت بالموضوع بشكل عام. بالنسبه للموضوع يا شباب، الموضوع تبع عالم مارفل اليوم كتير 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 الموضوع زاد عن حده، وفي شيء جديد قادم معنا بالنسبه لفورتنايت. دونالد ماستر، ما بيعرف دونالد ماستر هو كاتب قصه فورتنايت والرئيس التنفيذي لشركه ايبك جيمز. هذا الشخص عمل اعاده تغريده لواحد اسمه بيل روزمان. بيل روزمان هذا يا شباب هو تبع عالم مارفل، يعني او تبع مارفل والافنجرز وهدول الناس، وبيكتب القصص تبع الكوميكس بوك. هذا الشخص نزل بيل روزمان على صفحته الشخصيه على تويتر حط صوره جديده بالنسبه لفورتنايت ومارفل مع بعض وسكنات هيك دامجهم مع بعض، وهلا انا رح اورجيكم الصوره. طبعا بالنسبه لهذا الموضوع كتب عليه انه يوم 4 اكتوبر عم نضل مستمرين على باجاله الرعد او بجلب الرعد يعني بشكل عام ليوم 4 اكتوبر، هيك هو كاتب. فالموضوع انه رح يصير فيه بالنسبه شيء يوم 4 اكتوبر، وطبعا حاطط هاشتاج سيزون 4 فورتنايت سيزون 4 نيو نيكس وور كل نيكسس وور، وحاطط كل شيء بالنسبه لفورتنايت والهاشتاجات والقصص هي. طبعا شو اللي خلانا نحكي عن هذا الموضوع؟ لانه دونالد ماستر عامل اعاده تغريده او عامل له مشاركه يعني مثل ما بيقولوا بالنسبه لهي الصوره، يعني الموضوع قادم معنا ورح يصير معنا بشكل اساسي. هذا الشخص شو ما بيعمل، اذا بينشر لك صوره كاسه شاي عرف انه كاسه الشاي هي جايه داخل فورتنايت. هذا الشخص شو ما بينشر بينزل معنا بلعبه فورتنايت. بالنسبه لهي الصوره يا شباب خلينا نشوفها هيك مع بعض. طبعا فيها شغلات جديده وشغلات قديمه. الشغلات القديمه اللي هي بالنسبه لسكن ثور وسكن الرعد وسكن ايرون مان وسكن جروت والاشياء هي القديمه، وفي شغلات من السيزون اكس، بعض الاشياء من السيزون اكس وسكنات من السيزون اكس، وفي بقى معنا اربع سكنات جديده. الاربع سكنات الجديده اللي ظهرها ممكن هو الفهد الاسود وبنت الجالكسي، واحدة تانية هي مو بنت الجالكسي نفسها اللي نزلت معنا، هي واحدة تانية او جالكسي تانية يعني او بنت الجالكسي التانية، وفي معنا سكنين كمان. هدول السكنات بشكل عام. بدي اياك تشوف شو السكنات الجديدة ولفتة نظرك تكتب لي تحت بالتعليقات اللي رح تنزل معنا في فورتنايت. طبعا هدول السكنات رح يجوا معنا في فورتنايت بشكل اساسي او يمكن يتأجلوا الله اعلم، ولكن اللي احنا لازم نستنى ليوم 4 اكتوبر لحتى نشوف شو السكنات الجديدة اللي قادمة معنا، وشو رح يصير بالنسبة لمارفل وهي الصورة اللي تمت مشاركتها من قبل دونات ماستر. ولو انت معك في بوكس حاول توفر لو انت حابب شي سكن من السكنات الاربع الجديدة يلي انت هلا رح تلاحظهم او تشوفهم، فانت لو حابب شي تخلي معك في بوكس مشان تشتري. بالنسبة للكوميكس بوك، كلاتنا بنعرف الكوميكس بوك اول ما بلشنا السيزون 4 بنهاية السيزون 3 نزل معنا شي جديد اللي هي عبارة عن كوميكس بوك موجودة بقائمة الباتل باس. هي اللي لمحت لنا انه جلاكاتوس فعلا جاي على فورتنايت وجاي ياكل فورتنايت مشان او ياخذ الطاقة تبع كوكب فورتنايت، واجا ثور مشان يساعدنا ويساعد عالم فورتنايت بشكل عام. هاد كلياته اخذناه من الكوميكس بوك واستنتجناه، وهو اللي استدعى ايرون مان واستدعى ابطال الافنجرز بشكل عام، وهاد كله استنتجناه من الكوميكس بوك وحكيت انا على التسريبات، والتسريبات كلها طلعت صح 100%. طيب شو موضوع هدول الاشياء الجديده او الصورتين اللي ظهروا معك؟ هدول الصورتين يا شباب اللي ظهروا امامكم هدول الصورتين لكوميكس بوك جديده قادمه معنا على فورتنايت. الكوميكس بوك الجديده هدول اللي قادمين معنا رح يجوا خلال هاي السيزون، يعني بالسيزون 4 رح يجي معنا كوميكس بوك موجود بقائمه الباتل باس بشكل جديد، ورح يكون عباره عن قصه جديده تكمله القصه القديمه اللي هي الكوميكس بوك القديمه اللي كانت عن جلاكتوس وعن انه شلون اجوا هالقصص هي. طبعا مثل ما ظهر امامكم الصور الموجوده داخل الكوميكس بوك الجديده، هاي الصوره اللي ظهر امامكم اللي فيها اللام. طبعا انت بتجي بتلاحظ انه في سكنات جديده نزلت معنا بهذا السيزون. طبعا بليد كلياتنا بنعرف انه هذا السكن نزل هاي الفتره ونزل بالاتم شوب، وهلا هو موجود بالاتم شوب تبع اليوم ان شاء الله اللي انا هلا عم صور فيه المقطع، وهي الصوره كانت مسربه من فتره وهي حاليا موجود معنا سكن بليد بشكل اساسي. وفي معنا كذا سكن من السيزون او من هذا السيزون تبع فورتنايت ومن السيزون القديم تبع فورتنايت، وهلا حاليا معنا في سكنين جداد. السكنين الجداد موجودين نفسهم بالصوره اللي شاركها دونالد ماستر، يعني هدول الصور اللي تسربت للكوميكس بوك الجديد اللي قادمه معنا فعليا هن صح، وفينوم موجود معنا بال
الكوميكس بوك اللي تسربت، وفعليا فينوم موجودة قدراته معنا بلعبة فورتنايت، وموجود سكن مشفر وموجود شعار لإله مشفر، يعني الكوميكس بوك مظبوطة 100%. هدول السكنات المتوقع يجوا معنا باللعبة حاليا أو الفترة الجاية، فكل شي ظهر أمامه. فلو انت حابب توفر في باكس مشان تشتري أي سكن جديد من السكنات الجديدة، فحاول توفر مشان تشوف شو الشي الحلو اللي انت بتحبه وتستنى لما تنزل فورتنايت بالسكنات الجديدة. هيك احنا حكينا على الكوميكس بوك بشكل كامل بالنسبة للكوميكس بوك الجديدة، وبالنسبة لدونت ماستر اللي شارك هذا الموضوع وحكى عن هذا الموضوع. طبعا هلا خلينا نفوت بقى بالموضوع الثاني تبعنا اللي هو الكوبون. هلا بقى خلينا نفوت بموضوع الكوبون. طبعا الديسكورد والانستغرام وصفحة الفيسبوك تبع البث المباشر، الانبوكس او الرسائل بشكل عام، نيمو كيف بدي استخدم الكوبون ل 10 دولار. انا رح ريحكم وقلكم شو موضوع الكوبون ل 10 دولار، وشلون هذا اليوتيوبر الكبير العربي اللي صار ينشر عن هذا الموضوع ويروج للكود تبعه، قالكم انه هاي الطريقة مضمونة 100%. هو واحد شخص كبير وكذا شخص تاني عندهم اعداد مشتركة كبيرين، ويعني ما شاء الله قنواتهم حلوة، ولكن ما عم بفهم ليش هيك كانوا عم يعملوا. طيب موضوع الكوبون، شو موضوع الكوبون؟ موضوع الكوبون يا شباب انه مثل مظاهر امامكم بلعبة روكت ليج لما اخذناها بشكل مجاني، ايبك جيمز على الستور تبعها عملت شيء باسم كوبون اللي ظاهر امامكم على الستور، وهذا هو كوبون باللون الازرق بتاعه. طيب شو الكوبون هذا؟ الكوبون هذا كان موجود على ايبك ستور وليس على ستور فورتنايت وليس على الايتم شوب تبع فورتنايت. في فرق بين الستور تبع لعبه وفي فرق بين الستور تبع شركه. هذا الكوبون كان موجود داخل الشركه وليس داخل اللعبه، هي مفصوله عن هي. طيب في ناس يعني مو يوتيوبر نزلوا مقاطع وقالوا انه احنا عم نستخدم هذا الكود واشترينا الحزمه ب 16 دولار، اشتريناها بستة عواض 16 دولار. شو هذا الموضوع؟ وهي الصورة امامك والفيديو امامك يا نيمول، شلون هيك صار؟ وهي انا طبعا ما جاوبت اي حدا على الخاص لانه انا كنت مالي متأكد من الموضوع 100%، ولكن هلا تأكدت اكتر واكتر انه الموضوع غلط 100%. شركة فورتنايت والمسربين الاجانب واليوتيوبر الاجانب المعروفين وكل الناس الاجنبية الكبار المعروفين بعالم فورتنايت كلياتهم حكوا انه هذا الشيء كان عبارة عن جليتش داخل اللعبة، واول ما نزل التحديث اول ما نزل عفوا الكوبون بالنسبة لفورتنايت صار الكوبون يطلع على الايتم شوب تبع فورتنايت. لما تشتري اي شيء مثلا حتى لو 1000 في بوكس صار يطلع الكوبون 10 دولار خصم، ولكن انت لما تفوت تشتري ب 10 دولار رح يعطوك 10 دولار، رح يخصموا لك 10 دولار، لما تفوت تشتري ب 16 دولار رح يخصموا لك 16 دولار، يعني نفس الموضوع ما صار اي اختلاف. هذا الموضوع كان عباره عن جليتش، وللاسف كل الناس بتعرف انه هذا جليتش، ولكن احنا كعرب صاروا الناس تنزل عن هذا الموضوع وانتشر على الفيسبوك وانتشر بكل مكان انه الحق حالك ومدري شو، صاروا يعني صار موضوع اعلامي او ماده مشان الموضوع يصير اكتر واكتر ويجلب مشاهدات ويجلب مشتركين ويجلب ناس كتير. فبتمنى انه هذا الموضوع يعني يكون هيك عدى وخلص ومشي حاله، والناس تعرف الصح ولا حدا ينشر الغلط، يعني يا ريت هذا الموضوع. وشكرا لكل يوتيوبر او اي شخص نشر عن هذا الموضوع وقال انه هو موجود وحقيقي ومدري شو، يعني ما بنقول لك غير شكرا لك، بس لانه في ناس فعلا ما بتعرف بهالمواضيع. هيك احنا حكينا عن الشغلتين، وباقي اخر شغله معنا اللي هن لاصحاب الايفون او الاي او اس بشكل عام. يا شباب لعبه فورتنايت نزلت تحديث من فتره 4 ايام، قالت فيه انه التحديث اي او اس 14 رح ينزل على الاجهزه ورح يطلب منك انك انت ازاله التطبيقات بشكل مؤقت لتنزيل التحديث. طبعا لعبه فورتنايت صارت تطبيق مؤقت لانه اللعبه لا لها تحديث ولا موجوده على الستور تبع ابل ولا موجوده باي مكان بالنسبه لشركه ابل، تم حذفها بشكل نهائي. طيب هلا اول حيقول لك انه هذا التطبيق مؤقت لازم تزيله، فانت لو عملت هذا الخيار رح يتم ازاله فورتنايت وما حتتمكن مره ثانيه من تحميلها ولا حتى تقدر تلعبها عن نسبة لأجهزة الآيفون أو الآيباد بشكل عام لشركة أب. يعني لو أنت نزلت تحديث آي أو إس 14 وقمت التحديثات أو الملفات المؤقتة أو الألعاب المؤقتة ما بعرف يعني بهالمعنى هاد، فأنت رح تروح عندك لعبة فورتنايت وما عاد تقدر تلعبها بنوب ولا عاد تقدر تنزلها. فأتمنى تخلي بالك من هاي النقطة بس تنزل تحديث آي أو إس 14 مشان تخلي بالك هذا الموضوع وما تروح عليك اللعبة لو أنت من لاعب فورتنايت على الآي أو إس. هيك احنا بنكون حكينا المعلومات وحكينا كل شيء عنا بالنسبة لفورتنايت، واتمنى تكون استفدت وعجبك بعض المعلومات. كود دعم بالادم شوب نيمو 9، لو حابب تدعمني فيه بتشكرك جدا وبرعاية الله.